السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم أحبائي الأعزاء، حبيت نشارك معكم طرق للتخلص من ديدان البطن، طرق طبيعية وفي المتناول ديال الجميع، وهي طرق يعني اختيارية اللي يمكن لكم تستعملوها واللي حاضرة عندكم، يعني اللي موجود عندكم يمكن لكم تستعملوه. الطريقه الاولى غادي نحتاجوا فيها الزريعه ديال القرعه، يعني الزريعه ديال القرع كيف ما كتشاهدوا. غادي ناخذوا الزريعه ديال القرع ونجففوها في الشمس، في اشعه الشمس او لا في الفرن. من بعد ما نكونوا طيبنا الخبز ديالنا، نطفيو الفرن ونديروا فيه الزريعه ديال القرعه حتى تتجف بواحد الطريقه طبيعيه. من بعد احبائي الاعزاء غادي ناخذوها ونزولوا ليها القشره ديالها كيف ما كتشاهدوا. غادي ناخذ واحد الكميه اللي حاضره عندنا وغادي نزولوا ليها القشور ديالها حتى نحصلوا على البذور ديال الزريعه ديال القرعه، ونطحنوها احبائي الاعزاء في الخلاط. من بعد الشخص اللي مصاب عندنا بالديدان في البطن او اللسينتا، يوميا مع الصباح ياخذ واحد الملعقه صغيره من البودره ديال القرعه، الزريعه البيضاء ديال القرعه اللي وجدناها وطحناها. يوميا ناخذ معلقه صغيره على الريق قبل الفطور بنص ساعه، وموراها احبائي الاعزاء قبل ما نفطروا ناخذ واحد الجزره، يعني خزو، قطعه ديال خزو صغيره، ونتناولوها عاد يمكن لينا نفطروا. هذه الطريقه هذه كتستمروا عليها حتى تتخلصوا نهائيا من الديدان ديال البطن مع مراقبه البراز بشكل مستمر، باش تعرفوا بان الوصفه كتعطي النتيجه ديالها. اللي ما بغاش يستعمل هاد الزريعه ديال القرعه، عندنا الوصفه الاخرى ديال ماء الزهر اللي كنستعملوا في المطبخ ديالنا، يعني ماء الزهر اللي كنسمو به الاطعمه، ماشي ماء الورد اللي كنستعملوه في التجميل. ماء الزهر اللي متواجد في جميع المحلات، يعني كتقولي لي اعطيني ماء الزهر اللي كنستعملوه في الحلويات، في لي كيك اولا نسمو العصائر ديالنا، هو اللي غنستعملوه في هاد الوصفه هذه. طريقه ديال الاستعمال ديالو، غادي ناخذ واحد ربع كاس ديال الماء، وغادي ناخذوا 3 معالق من ماء الزهر ونضيفهم على هاد الماء هذا، ونخلطوه احبائي الاعزاء مزيان، ونشربوه حتى هو على الريق المده ديال 3 ايام متتاليه. وغادي نلاحظوا احبائي الاعزاء بان تخلصنا من هاد الديدان اللي عندنا في البطن ديالنا. الطريقه الثالثه احبائي الاعزاء، غادي ناخذوا الشيح كيف ما كتشاهدوا. الشيح حتى هو فهو فعال للتخلص من الديدان. طريقة ديال الاستعمال ديالو، يوميا بالليل غادي ناخذوا ملعقه ديال الشيح، وناخذوا كاس ديال الماء يكون غليان، ونضيفوا هذيك الملعقه تاع الشيح من بعد ما نكونوا نقيناها بطبيعه الحال وشللناها بالمدافي. عاد يمكن لينا نديروا هذيك الملعقه ديال الشيح، يعني ملعقه صغيره ديال الشيح، نديروها في كاس ديال الماء يكون فاتر يعني غليان، ونخليوها واحد المده ديال 5 دقائق، يعني ما تجاوز 5 دقائق. ومن بعد نصفيو هذاك الماء من الشيح ونضيفوا عليه واحد الملعقه صغيره. الا كانوا عندكم الاطفال ديالكم ما بغاوش يشربوا لكم الشيح لان المذاق ديالو مر، يمكن لكم تضيفوا واحد الملعقه صغيره من عسل النحل. هاد الطريقه هذه ديال الشيح كنستعملوها قبل النوم في الليل حتى نتخلصوا، يعني نقدروا نستعملوها 4 مرات في الاسبوع حتى نتخلصوا نهائيا من الديدان اللي عندنا في البطن. الطريقة الرابعة احبائي الاعزاء، وهي غادي نحتاجو فيها الشيح وغادي نحتاجو فيها الزعتر. طريقة ديال الشيح والزعتر حتى هي غادي ناخدوها 3 مرات في النهار، يوميا قبل الوجبات بنصف ساعة. غادي ناخدو كأس ديال الماء، وناخدو ملعقة صغيرة ديال الزعتر، وناخدو ملعقة صغيرة ديال الشيح من الشيح، ونقيوهم مزيان ونشللوهم احبائي الاعزاء، ونضيفوهم في واحد الكاس ديال الماء غليان، ونخليهم نغطيهم واحد 3 ديال الدقائق حتى 5 ديال الدقائق، يعني باش ما يتلقوش بزاف. من بعد نصفيو هذاك الماء اللي فيه الشيح والزعتر، ونضيفوا عليه واحد الملعقه صغيره من عسل النحل، ونشربوا هذا الكاس هذا ديالنا من بعد ما نكونوا صفيناه، نشربوه قبل الفطور، وقبل الغداء نصيبوا ثاني واحد الكاس، وقبل العشاء نصيبوا كاس اخر، يعني 3 المرات ديال باش نشربوا الشيح والزعتر. هذه الوصفه هذه كنستعملوها 4 مرات في الاسبوع حتى نتخلصوا نهائيا من الديدان او اللسينتا
ديال البطن. هذه الوصفات هذه ككل ضروري احبائي الاعزاء انكم فاش تستعملوا اي وصفه من هذه الوصفات ضروري انكم تراقبوا البراز ديالكم باش تعرفوا بان الوصفه كتعطي النتيجه ديالها باذن الله. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفات هذه لانها وصفات طبيعيه، وهاد الوصفات هذه ضروري ديروا ملعقه صغيره يا اما من الشيح يوميا، ولا ملعقه صغيره من الزعتر وملعقه صغيره من الشيح. هاد الوصفه هذه حتى هما وصفات فعاله. وكنتمنى منكم احبائي الاعزاء الشفاء العاجل لكل الناس المصابين بالديدان ديال الامعاء. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.